متابعينا متابعي فيتو في كل مكان، اهلا وسهلا بكم، معكم ايات سمير مراسل فيتو محافظه الاسماعيليه. نحن معكم اليوم من ايام من امام احدى مدارس الثانويه العامه، نرصد لكم ردود افعال الطلاب عقب خروجهم من اداء امتحانات اليوم. منتظرين خروج الطلاب عشان نعرف منهم رأيهم في الامتحان، سواء اذا كان القسم الادبي او علمي العلوم او علمي الرياضه. اخبار الامتحان ايه؟ كان عندك ايه النهارده؟ بص عبد الله حامد يا جماعه جايب لنا الاسئله كلها. الامتحان كان سهل يعني؟ طيب ماشي. مستر عبد الله يا جماعه. لا الامتحان كان عامل ايه؟ كان كويس؟ طيب الحمد لله، طالعين مبسوطين يعني. تعالي تعالي، اخبار الامتحان ايه؟ ادب ولا علم انتي؟ ادبي. الامتحان كان كويس؟ الحمد لله ان انتوا طالعين مبسوطين والله. والله انا الواحد سعيد والله فعلا. امتحان كان اخباره ايه بنات؟ كان كويس؟ طبعا. رايك في الامتحان ايه؟ حلو. ايه؟ مفيش. انتوا ادبي ولا علم؟ ادبي. مفيش مفاهيم، وكنا عاملين وظيفه مع بعض فاحنا كان وحش، بس كل زمايلك اللي طالعين بيقولوا كويس. ماشي، هو كويس بس قصدي ما كانش فيه مفاهيم، بس هم مفاهيم بس. كل ما نروح حد يقول لنا لا مفيش. تمام. ايه عملتي ايه؟ كان كويس؟ طيب ربنا يوفقك. ما كانش فيه مفاهيم اصلا. تمام ربنا يوفقك. ها قولي لي بقى رايك ايه في الامتحان؟ لا كان حلو الحمد لله. ادب ولا علمي؟ لا علمي. علمي علمي ايه؟ علمي علوم. تمام. طب وامتحان الجبر اخباره ايه؟ ما شفناش حد طالع من الجبر خالص. يعني الجبر هو اللي طلع من ساعه. تمام. هي سما يا شاطره. هي سما يا شاطره. عملتي ايه في الامتحان؟ هتتكلمي؟ ايه؟ طيب الامتحان كويس النهارده؟ اساعدك يا انتي. تيجي نشوف. لا انا ادبي، انتي ادبي علم نفس. طب كله مباشر، كله في المستوى يعني. رايكم ايه في الامتحان يا بنات؟ الامتحان كان عامل ايه؟ ها؟ الامتحان كان كويس يا بنات ولا ايه؟ والله كان سهل. ادب ولا علم انتوا؟ علمي. طب الحمد لله يعني طالعين مبسوطين يعني. الحمد لله عقبال الباقي. زي ما حضراتكم شايفين متابعينا متابعي فيتو في كل مكان، بننقل لكم ردود افعال طلاب الثانويه العامه، والواضح ان في ارتياح ما بين طلاب الثانويه العامه من امتحانات اليوم، اذا كان قالت اقسام علميه، اذا كان اقسام علميه او اقسام ادبيه.